السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، صباح النور، ما تفرق، ما أحلى وأجمل مشاهدين. يا هلا والله وغلا وكراتين حلا. هذا إبراهيم المعيد يحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم فكر واربح، البرنامج الدائم والممتع في هذا الشهر الكريم. أسأله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ووالدينا من عتقائه من النيران، وأسأله أن يسعد كل من تابعنا وشارك معنا. أم من لم يشارك معنا غدا إن شاء الله الموعد، وبعد غدا إن شاء الله راح يكون معنا سيارة. اليوم وش شباب؟ الأربعاء، خميس، الخميس يحلو التميس 27، والجمعة تحلو الجمعة، والسبت سدة واستريح. حياكم الله مشاهدي الكرام، نذكر بأرقام التواصل التي تجمعنا في هالبرنامج وغيره ما نبى: 011-8-0-8-4-8 والرقم الآخر 011-8-0-8-4-9. 4-8 و4-9 أرقام مشغولة أنا عارف، لكن إن شاء الله نمسك معك خط، عندنا أكثر من يقونا بإذن المولى عز وجل. نطلع بحلة جديدة وممتعة، سيارة الرابعة والأخيرة المقدمة من معرض صالح للسيارات الذي يجمعنا دائما وأبدا. هاشتاق البرنامج فكر واربح، هنا عبر، سولف، نتابعك، شكلنا صداقة إلكترونية بيننا وبينكم أعزائنا المشاهدين. الله يعطيكم ألف عافية. شكر على السريع للرعاة عشان ما أنسى بنهاية الحلقة لمن كانوا سببا في إنجاح هذا البرنامج: هيئة الإذاعة والتلفزيون ومعرض صالح للسيارات، المهيدي بطب الأسنان، مشالح أحمد القطان الملكية ومفروشات الرقيب، مجوهرات الكريديس، الشركة العربية للعود، ياس العطور، مشغل اللمسة اللطيفة، الفالح للرياضة، مجمع عيادات أوكي الطبية والمنصور للمشالح والعود، وكارفور أون تايم، رويز ديرما أليشمك 24، رتاغ لزوان للقهوة النجدية. كل هؤلاء لهم سبب في إنجاح هذا البرنامج بتقديم الهدايا بقيادة هيئة الإذاعة والتلفزيون، لنا منهم كل الشكر والتقدير والامتنان، أيضا لطاقم العمل. الآن نبدأ، نبدأ حلقتنا. نبدأ يا شباب، صفقة، يلا صفقة، سمعوني، يلا يلا حلوين. أمجاد من وين؟ السلام عليكم يا أمجاد. وعليكم السلام، حياك الله يا أمجاد، شلونك؟ طيبة؟ الحمد لله بخير، كيف حالكم أنتم؟ إنا طيبين، أنتم؟ ردوا يا شباب، كلنا بخير. الله يسعدك أمجاد، كم عمرك؟ 17. جاهزة؟ أيوة جاهزة. عطونا الخيارات يلا، وش تختارين يا أمجاد؟ آمري، تبين رحلة، مجلس. ها؟ مجلس. يقول السؤال: من هو الصحابي الذي تستحي منه الملائكة؟ من هو الصحابي الذي تستحي منه الملائكة؟ عطونا الخيارات، هل هو أبو بكر الصديق، أم عثمان بن عفان، أم عمر بن الخطاب؟ عثمان بن عفان. قولي ثبتوا؟ ثبتوا. ثبتوا يا شباب، يا سلام. برافو يا أمجاد. الله عليك يا أمجاد، برافو عليك يا أمجاد. الجائزة يا أمجاد من 1 إلى 14. آمري تدللي، وش تبين؟ يلا. أنا أول مرة أشارك. يعني ما تبين جائزة؟ لله في الله. ها؟ ما بك شرائية. على فكرة اليوم الخميس تاخذين جائزة، وبكرة الجمعة يا أمجاد تدخلين معنا على سحب سيارة. سمعونا طيب. البوابة يا شباب، وش تبين جائزة؟ يلا أول شيء. ها؟ سام. رقم كم؟ أنت اختار. يلا اللي قدامي 13. مبروك فزتي معنا بجائزة مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون 1000 ريال. مبروك، الله يعطيك العافية. خلص معنا السحب على سيارة. شكرا لأمجاد، عطوني منو معنا. فاطمة من أبها، السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور والورد المنذور. أنا مدخل قطرة هنا عشان ما تطير. طيب فاطمة شايفتنا؟ عطونا الخيارات، وش تختارين؟ اختراق. مبروك. لا
تراث وحضارة. يقول السؤال: دولة إسلامية قامت في أواخر العصر العباسي، ما هذه الدولة؟ أعطونا الخيارات يا شباب، هل هي دولة البيزنط أم دولة السلاجقة أم دولة المماليك؟ دولة إيش؟ هاي ضحكة وشو؟ المماليك. كذبتوا؟ يا سلام يا سلام. ماشيين صح يا فاطمة، الله يعطيك العافية. أمورنا طيبة إلى الآن يا فاطمة، صح ولا لا؟ وش تختاري جائزتك يا فاطمة؟ يلا يلا. ها رقم ثلاثة. رقم ثلاثة شايفة؟ فزتي معنا بجائزة مقدمة، حصلتي على هدية مقدمة من المهيدب لطب الأسنان، علاج مجاني فرع الدرعية، وأيضا فزتي معنا بهدية مقدمة من ياس العطور والجوان للقهوة النجدية، مبروك. الله يبارك فيك. ودخلتي معنا السحب على سيارة، نسيت ما أقول لك. أم ناصر من مكة، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا أم ناصر؟ الحمد لله بخير. الأمور كيفكم أنتم؟ الله يسلمك. أيه. أم ناصر. هلا هلا. خلصتوا أغراض العيد؟ أموركم جاهزة؟ إي الحمد لله خلصنا. اللهم لك، باقي الجائزة والسحب على السيارة. ها؟ وتكتمل فرحتنا إن شاء الله. تكتمل فرحة. تحية من أم ناصر يا شباب. الله يا أم ناصر. واضحة وصريحة يا أم ناصر، جاهزة؟ أيوه جاهزة. الله، وش تختارين؟ مجلس. مجلس. يقول السؤال يا أم ناصر من مكة: من هو القائل رب أخي لم تلده أمك؟ رب أخي لم تلده أمك. أيوه. هل هو الخيارات. هل هو مصطفى العقاد أم الفرزدق أم لقمان بن عاد؟ الله يسعدك، ساعدني. ايش قلتي؟ لقمان بن عاد؟ لقمان بن عاد. كذبتوا؟ كذبتوا. برافو. برافو عليك يا أم ناصر. ايوه مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله، الله يسعدك. الان على فكره يا أم ناصر، انتوا خلصتوا اغراض العيد ها؟ ايوه خلصنا. وش اللي باقي؟ باقي هدايا بس. باقي العيدية ها؟ اي ان شاء الله. يلا امر تدلل، وش تبين؟ ان شاء الله نبغى كاش. والله انا هذه الظروف عندي، اختاري من 1 الى 14 ان شاء الله. اكثر. 9. 9؟ اي. استمعنا يا هاي 9، شايفة؟ شايفة؟ اي شايفة. وهذه عيدية من هيئة الإذاعة والتلفزيون، ألف ريال لك يا أم ناصر. مبروك. ان شاء الله يوفقكم. الله يبارك فيك يا ناصر. الله يوفقك. باقي السيارة ها؟ راحت الناصر. يلا. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم، جوائز جميلة، مبالغ نقدية، قسائم شرائية، غدا السيارة، كل من شارك معنا راح يدخل معنا على السحب على السيارة، مستمرين لكن بعد هالفاصل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا متابعينا، صغار كنتم ام كبار، بعد هذا فاصل نجدد العهد معكم ونذكر ان هذه الليالي الجميله تتسارع ثم ينغلق ستار شهر الرحمه والغفران، نساله جل في علاه، نساله سبحانه الذي خلقنا فسوانا فعدلنا ان يجعلنا من عتقائه ومن صوامين هذا الشهر الكريم، وان يرحم والدينا ونغفر لهم، اللهم امين. منو معنا يا شباب؟ صالح، السلام عليكم. من بريدة. هلا، شلونك يبا؟ خير الله يسلمك، هلا بتركي بوك الهجاء.
تبي كلاجة طال عمرك. كلاجة مستعدين الزمر تكتري. يا رب تسلم اسلم راسك. يا هلا وحيد ترى من اول اشهر وانا اتصل يا ابو تركي. يا حب ليلك امر تدلع ايش تبي تبي عيوني؟ ما يامر عليك عدو. امر. ما يامر عليك عدو يا. وش تبي بس؟ يلا عندك الخيارات يلا امر. عملات. ملعب؟ عملات عملات. عملات يقول السؤال يا صالح. ايوه. غجارات كم؟ غجارات اصبر شوي شوي غجارات هي أكبر مصفات نفط في العالم. أين توجد هذه الغجارات؟ هل هي في أعطونا خيارات في كوريا في الهند في الإمارات؟ أنت يا أبو تركي. هلا هلا الهند. هلا وين؟ الهند. قلت ثبتوا ثبتوا صالح مبروك. الله يبارك فيك. انت تسمعنا بجائزة الان تمام؟ ايوه. قلت تمام تمام. بكرة عندنا سيارة ممكن تكون حليفة صالح ان شاء الله. يلا وش تختار يا صالح؟ يلا اطلع سبعة سبعة سبعة. شايفة؟ أيوة أيوة. مبروك فزت معنا. أوه مصلوح. أنا أكيد متزوج. ها إن شاء الله. لازم ترضي أم العيال عاد الحين. إن شاء الله ما يحتاج هدية. هدية مقدمة من مجوهرات الكريديس. الله يبارك. ومن ياس للعطور وضيافة من نجوان للقهوة النجدية. شكرا مجوهرات الكريديس. فوق هذا تخذ معنا السحب على السيارة. منو معنا شباب؟ يلا عشان الوقت احنا بدنا نتأخر صح اليوم. من جدة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. موت هلا والله خلدنا. انت في حالك سيد الحمد لله. شاي اخبارك تمام؟ ايه والله يسلمك. اعطونا الخيارات يلا يا حمود. عندك رحلة ومجلس وملعب وتراث وعملات. وش اختار حمود؟ يلا نقول ملعب ان شاء الله. محمود عفوا محمود. يقول السؤال يا محمود من هو المنتخب العربي الذي حصل على كأس العالم للشباب؟ أعطونا الخيارات. هل هو المنتخب الأردني أم المنتخب المصري أم المنتخب السعودي؟ المنتخب السعودي. قول ثبتوا ثبتوا. الله يا منتخب. هلا هلا. الله الله يا منتخبنا. وش الثقافة الرياضية هذه؟ الجائزة يا محمود آمر تدلل. ها رقم 13 راح. ها راح 13. لا لا موجود موجود موجود. لا راح راح رقم 5 5. خلي 14 خلاص. كم؟ 14 5 خلاص. 14 في 14 هذا اي شيء خلاص. 14 اي اي. مبروك في سمعنا ب1000 ريال مقدمه من هيئه الاذاعه والتلفزيون. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج فكر الروح، لكن بعد هذا الفاصل. أنور من أملج مساء الخيرات. أنور. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنور جاهز؟ جاهز. وش تختار يا أنور؟ يلا أنور. رحلة رحلة رحلة. يقول السؤال التالي أوتاوا أو أوتاوو هي عاصمة وشو؟ السويد ولا بولندا ولا كندا؟ هو يسمعنا من التلفزيون شكله مشغل الحبايب عنده. ادخل جوجل بسرعة تخلي يلا شوف. سعيد. ها
يلا يا انور ساعدني. هلا 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 ها سندك سندك قول ثبتوا ثبتوا. انور اسمح لي اقول لك شغله. انور ايوه معك. انت معانا من البدايه ايوه فيك نوم شويه حبتين صح؟ لا 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 صحصح معانا؟ صح. هوبا يلا وش تختار الجائزة يا انور يلا؟ ها 12 5 11 يلا يا انور. يا لا ها؟ ارفع صوتك يا هذا فلوس فلوس. اثنين؟ فلوس ابي. اثنين؟ فلوس. والله ما ادري شو سالف مع نفسك الحبيب. يلا. يا فلوس. فزت معنا بهدية مقدمة من باس العطور والزوال القهوة النجدية وقسائم شرائية مقدمة من كارفور. مع السلامة يا أنور. سحر أنور هو معانا. سحر السلام عليكم. أيوة السلام. سحر. أيوة سحر. صح؟ أيوة سحر من الرياض. من الرياض ولا مقيمة في الرياض؟ فعلا من الرياض. جاهز يا سحر؟ ايوه جاهزة. الله وش تختارين؟ عملات. عملات. يقول السؤال يا زهر من هي أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحديد؟ تبين خيارات؟ ايوه خيارات. البرازيل، الصين، استراليا. ساعدني. فكري ساعدني فكري قبل. ها البرازيل، الصين، استراليا. 10 ثواني يلا. البرازيل. لا تستعجلين. 5 5 4 3 2. ها استراليا، الصين. انتهى الوقت. انتهى الوقت. معلش يا لي ساعة اقول ها ها يعني حتى اللي ما يتابع يعرف السالفة. منو معنا؟ والله الموقف ضايق. السلام عليكم رزان، كيف حالك؟ من وين يا رزان؟ رزان ارفع صوتك. الخرج جاهزة؟ جاهزة. أعطونا خيارات. يلا يا رزان رحلة مجلس ملعب تراث عملات. مجلس. يقول السؤال ما هو اللقب الذي أطلق على ثابت بن جابر؟ ما هو اللقب الذي أطلق على جابر أو ثابت بن جابر؟ أعطونا خيارات يا شباب. هل هو الأخطل أم الجاحظ أم تآبت شرة؟ ها يلا يا رزان. انا ماني سامعك والله رزان. من هو اللقب او ما هو اللقب الذي اطلق على ثابت بن جابر؟ هل هو الاخطل ام الجاحظ ام تآبت شرة؟ ساعدني ها انتهى الوقت. اللي بعده. اصعب حلقه مرت علينا، اصعب حلقه مرت علينا جدا والله. اتصالين ورا بعض ما يجاوبون معنا، لان لا احنا اللي سامعين اصواتكم ولا انتم اللي يعني. منو معنا؟ اصعب حلقه فعلا. السلام عليكم محمد. الو الو ارفع صوتك محمد. هلا. ايه محمد الحين سامعك، ارفع صوتك محمد. الو الو معك معك. كيف حالك يا ولد؟ تمام الحمد لله. ردونا خيارات. دونا خيارات. يلا وش تختار؟ ملعب. ملعب. يقول السؤال يا محمد ما
من هو المنتخب الفائز بكأس آسيا عام 2000 في بيروت؟ أدينا خيارات. أدينا خيارات. هل هو اليابان، السعودية، الكويت؟ عدنا. ها؟ عدنا. اليابان ولا السعودية ولا الكويت؟ السعودية. يا ود. اليابان. اليابان ولا السعودية ولا الكويت؟ الكويت. يابان. اليابان ولا السعودية ولا الكويت؟ يابان. وتبدو تبدو. يا سلام عليك، يا سلام. اسمك محمد؟ محمد. ايوه. السعودية ولا اليابان ولا الكويت؟ يابان. واحد. شايفني؟ ايوه شايفك. كم عمرك يا واد؟ 13. 13. يلا الجائزة. أيوة. استختار جائزة. يلا. واحد. واحد. انت اللي اختار، انت اللي اختار. خلاص واحد اخترت انت. مبروك فزت معنا بهدية مقدمة من الشركة العربية للعود، وقسائم شرائية مقدمة من كارفور، وضيافة مقدمة من زوال القهوة النجدية. مبروك. الله يبارك فيك. دخلت معنا السحب على سيارة. إبراهيم من الرياض، هلا بالسعيد. هلا حياك، هلا منور الشارع. نورك يا بعد قلبي. نورك خفى على الكهرباء. وش ذا الإحراج يا ناس، متخبى. لا لا لا، منور منور، طفل الأنوار كلها خلاص. أنظر في بدل السبي. المفروض الاستديو ما يحطوا لمبات. نوكي كان يكفي. وش تبي جوازتك بس؟ تسلم تسلم. إبراهيم. دم. وش تبي الجائزة؟ اللي تبي. آمر تدلل. اللي تبي. رقم ستة. ستة. ألف ريال يا إبراهيم. مشكور مشكور مشكور. جزاك الله خير مشكور. إبراهيم. دم. مع السلامة. مع السلامة. منو معنا؟ طيب سلمنا أمس مشاعل محمد سيارتها الأولى. عندنا الفائزة الثانية اللي هي وفاء الزعيبر، تم تسليم أخوها السيارة أيضا في معرض صالح للسيارات، سوينا معهم لقاء. خلنا نشوف هالتقرير ونرجع لكم. يلا. مساكم الله بالخير مشاهدينا متابعينا عبر شاشة القناة السعودية. محمد شقيق الفائزة معنا بالسيارة الثانية وفا الزعيبر، ألف مبروك يا وفا، وباسمي باسم معرض صالح السيارات نشكرك من هالمكان الجميل جمع وقدم هدايا. شكرا لمعرض صالح السيارات، شكرا لأبو مسفر ومتابعته الأستاذ صالح. شغل السيارة طال عمرك، ما شاء الله تبارك الله، هذا اللي قالوا لك وكالة، لا إله إلا الله، الله يعطيهم خيره ويكفيهم شرها. طبعا طبعا الفائزة معنا هي وفاء الزعيبر، الفازت معنا بحلقة الثانية. مبروك يا وفاء، مبروك. هذا الشقيق وفاء، ودي يعني أحس بالشعور اللي أنت عايش الآن. سيارة قلت اسم جواز قبل كذا؟ والله جاء سيارة، ما جيت صلاح بزنا بسيارة. ما في سيارة لا، أول مرة. إيه. وش تقول معرض صالح؟ والله نشكر مجموعة صالح السيارات، صراحة تقديمهم السيارة وسرعة إنجازهم صراحة اليوم. الله. وامدح برنامجنا تكفى. والهيئة نفسها، هيئة الإذاعة والتلفزيون وبرنامج فكر واربح، نشكر الجميع. الأستاذ إبراهيم ما قصر والله يحفظك. كذا الشيء اللي أقوله. مبروك والله يا محمد. لك فيك ويحفظك ما قصر. وعقبالك إن شاء الله سيارة أنت. آمين. شكرا. يعني هذا اخو وفا استلم السياره، واحد منكم سعيد، ام سعيد الحظ راح يفوز معنا بسياره يوم غد باذن الله. اذكر مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقه، وصلنا في الختام الان. من اعظم النعم التي ينعم بها علينا ربنا سبحانه نعمه الامن والامان في الوطن، نعمه يغفل عنها وعن شكرها كثير من الناس، نعمه افتقدها كثير من الاوطان، إنها نعمة الأمن والأمان.
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، اللهم آمين. يتجدد الموعد معكم إن شاء الله يوم غد. هذا إبراهيم المعيد ودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.